مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن الدجل والسحر والشعوذة، وآخر فقرة وقفنا عندها عايزين نعرف لما حد كده يحس ان هو معمول له عمل يروح لمين؟ يروح لصوفيا ولا يروح للشيخ؟ لو جال صوفيا هتقول له روح لطبيب نفساني او اقرا قران. يا تمام يا صوفيا يا صوفيا. ايوه طبعا، امال ايه؟ انت بصي يا اميره صلي على النبي، اولا مبدئيا لازم نتفق ان في شعره بين التخبط النفسي والتخبط بالمس، شعره تمام. الناس كلها ما بتروحش للحته دي، بتروح بتلجا فورا للشيخ، تقول لك لا انا اروح، قصدي بتروح على طول للدجال مش الشيخ، حاشا، للدجال. كل في الكنائس، في الكنائس ودور العباده القديسين بيعالجوا الموضوع ده ازاي؟ بطريقتهم، بالانجيل، وبيعالج بالقران، وبيعالج باهل الكتاب. تمام. فده طب وانت بتعالجيه ازاي؟ انا بطلت اعالج، انا كنت بعالج. طب كنت بتعالجي ازاي؟ كنت بعالج بالقران. طيب ايه الفرق ما بينك وما بين الشيخ؟ ما انت بتعالجي بالقران، هم اصلا هو بيعالج بالقران. لا لا، ما فيش فرق. هقول لك على حاجه، مش الشيخ انا لا اعالج هقول لك على حاجه، معلش بصي انا هقول لك على حاجه. انا مبدئيا يا سياده الشيخ، اما حد يجي يقول لك انا معمول لي عمل تنصحني؟ انا بقول له روح اقرا القران، في دول ما بعرفش اقرا، واحده ما بتعرفش تقرا، فانا يعني الحمد لله. فيها ميه ممكن اقري عليها؟ ايه الخلاف في ميه زمزم؟ ايه الخلاف فيها؟ بتديها كده انا ما فيش انا بس عايز افهم طيب منك والله. انا جات ميه زمزم مثلا، ميه مقري عليها الرقيه الشرعيه، مقري عليها سوره البقره، بخور ايه؟ بخور ده الدجل والشعوذه بعينها. ما بتديش حد بخور؟ لا ما بديش حد بخور. طيب ده كلام فارغ. هل لما حد يجي لك بتعرفي ده معمول له عمل ولا مش معمول له عمل؟ من على فكره اعرف ان هو شويه عنده شويه هلوسه، هلوسه لاني راكبه الموضوع ومتاثر جدا ان انا بقول لعمل، لازم اخده شويه شويه عشان اتعالج. وتردي عليا بصراحه، قولي. انا قعدت مع ناس كتير قوي المفروض ان هم يعالجوا تمام. كل ما اقعد مع حد فيهم والله احس انه انا زي ما يكون في طاقه، او يعني زي ما انت بصالي كده دلوقتي. ها ده في حاجة؟ بصي يعني بيبقى في حاجة؟ لا مش طاقة. انت طب بيبقى ايه؟ طيب طب ما مولانا قاعد يعني انت تعرفي دلوقتي انت دلوقتي تعرفي انا معمول لي عمل ولا لا؟ مش عرفني انا. طب ما انت بتقولي. بقول لك ايه، طالما انت بصي بتصلي يعني الحمد لله. طيب بتتحصني؟ الحمد مش لله. مش معمول لك حاجة خلاص يعني؟ مش معمول لي حاجة سليمة؟ طالما انت محصنة انسي، اي حد ما يقدرش يعمل لك اي حاجة، الجن نفسه ما يقدرش عليك. الحاجات اللي قدامي دي ده كلام فارغ، ده كله ده يترمي سوري في البصر. استنوا يا جماعه اقول لكم الاسامي عشان انا كناسه العطار. كناسه العطار. عين بالعفريت ولا مش عارفه عين العفريت. عين العفريت. عين العفريت يا جماعه، دي عين العفريت. ده كله سحر اسود على فكره، والبندكر ومش ده سحر اسود. يعني ايه سحر اسود؟ سحر اسود نوع من انواع السحر اللي هو يعني اشد انواع السحر اللي انت بتسخر فيه ابليس والعياذ بالله. تمام. فيقول لك شويه انا سخر ابليس بالبندكر. بالبندكر سخر ابليس. هو مستني اصلا، هو مستني ابليس رخيص قوي. طبعا بالبندكر ما بيضحكوا على الناس. انا بقول لك بيضحكوا على الناس، بيضحكوا على الناس. هو الجن عنده اولاد، هو ابليس لوحده، هو الكبير ده هو اللي بيقول لهم اعملوا كده وبتاع، دول الصغيرين. طيب يعني فعلا هم ممكن يسخروا جن؟ بيعملوا كده، بيعملوا دي، لكن ده كلام فارغ. ما بيعملش حاجه. ده لو واحده يعني سوري في الكلمه، لو واحده مسكت شبشب وقلبته ومش عارف ايه، قلبت يعني الدنيا اتعكرت في البيت. ليه؟ عشان ده موروث قديم عندنا. لما يكون فرده الشبشب مقلوبه يبقى البيت ده موروثات قديمه احنا توارثناها من الاجداد. وبعدين يعني جت مع حد كده قال لك يبقى ده كويس، مفيش طيب. حاجه اسمها. عايزه تختمي بكلمه نهائيه؟ عايزه اختم بكلمه واحده يا جماعه، ما تستعينوش بحد. البني ادم طبيب نفسه، واعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله، او كله على الله. تمام. اي حد ما يقدرش يعمل لك اي حاجه طالما انت محصن وماشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو اجتمعت الجن والانس على ان يضروك بشيء، لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عنك.